السلام عليكم أحبائي طلاب الأوائل، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير من الله سبحانه وتعالى. ها نحن في بداية أسبوع جديد، نحن بيوم الأحد بتاريخ 17 من شهر أيار سنة 2020. أحبائي اليوم سوف نبدأ بنص جديد، طبعا ببداية كل أسبوع كما تعودنا نبدأ بنص جديد. عنوان نصنا لهذا اليوم أو لهذا الأسبوع هو الحذاء الجديد. الحذاء الجديد، هيا بنا نقرأ النص قراءة تفاعلية ومن ثم نقوم باتباع بعض التعليمات. هيا بنا. الحذاء الجديد. ذهب مهدي إلى السوق ليشتري حذاء جديدا. دخل محل الأحذية فأعجبه الحذاء الأبيض. جلس مهدي على الكرسي وجرب الحذاء المناسب فأعجبه. دفع مهدي ثمنه وأخذه مسرورا. أعيد قراءة النص مرة أخرى. هيا بنا. من يريد أن يقرأ معي فليتفضل يا أحبائي. هيا. الحذاء الجديد. ذهب مهدي إلى السوق ليشتري حذاء جديدا. دخل محل الأحذية فأعجبه الحذاء الأبيض. جلس مهدي على الكرسي وجرب الحذاء المناسب فأعجبه. دفع مهدي ثمنه وأخذه مسرورا. أحبائي هذا هو النص الجديد الذي سوف يستمر معنا لمدة أسبوع. الآن هيا بنا نتبع بعض التعليمات، نبحث عن كلمات منونة، عن كلمات مع تاء مربوطة وهكذا. بداية هيا بنا نستخرج من النص كلمات تدل على مذكر. هيا بنا نستخرج من النص الكلمات التي تدل على مذكر. أحسنتم. مهدي. مهدي كلمة تدل على مذكر وهو اسم ولد. كلمة أخرى. كلمة أخرى يا أحبائي. هيا بنا. كرسي. أحسنتم، رائعون. وأيضا كلمات حذاء. أحسنتم يا أبطالي. هيا بنا نستخرج من النص كلمات تدل على أو تحتوي على تنوين. وللمعلومة ورد في النص كلمات تحتوي فقط على تنوين الفتح. أين هي الكلمات التي تحتوي على تنوين الفتح؟ انظروا جيدا، إنها هناك كلمتان وجدت في السطر الأول. حذاء جديدا، جميل جدا، حذاء جديدا. وهناك كلمة أخرى في السطر الأخير، ابحثوا في السطر الأخير. مسرورا، كل الاحترام. هيا بنا نلفظ كلمة مسرورا مع تنوين الضم، ماذا ستصبح؟ مسرور. وهيا بنا نلفظها مع تنوين الكسر، مسرور. كم أنتم رائعون. هيا بنا نستخرج من النص كلمات مشددة. كلمات مشددة، الكلمة الأولى هي كلمات السوق. السوق كلمة مشددة. هيا بنا نقطع هذه الكلمة. السوق. كم مقطع؟ 3 مقاطع. السوق. إذن الكلمة الأولى هي كلمة السوق. هيا بنا نبحث عن كلمة أخرى. الكلمة الثانية هي كلمات محل. أحسنتم، محل. هيا بنا نقطعها. ما حل لا. ما حل لا، جميل جدا. كلمة أخرى هيا بنا نبحث. انزلوا إلى السطر الثالث أو الجملة الثالثة. الكرسي. الكرسي، هيا بنا نقطع هذه الكلمة المشددة. الكرسي. الكرسي. 4 مقاطع، يا لهم من أبطال. وبجانبها مباشرة هناك كلمة جرب. جرب، هيا بنا نقطع هذه الكلمة المشددة. جرب. مرة أخرى. جرب. أحسنتم يا أحبائي.
أحسنتم، كم أنتم رائعون. هكذا استخرجنا الكلمات المشددة من النص. هيا بنا نبحث عن كلمة واحدة تنتهي بتاء مربوطة. هيا بنا، إنها في الجملة الثانية وهي كلمة الأحذية. الأحذية، كل الاحترام للأبطال وللبطلات الرائعات. هيا بنا نجمع بعض الكلمات. اجمعوا لي كلمة حذاء. الكلمة المفردة هي حذاء، جمعها أحذية. أحسنتم، جميل جدا. اجمعوا لي رجاء كلمة سوق. سوق، ما جمع كلمة سوق؟ أسواق، كل الاحترام. جمع كلمة كرسي، كراسي، كل الاحترام. رائعون رائعون رائعون. وهيا بنا الآن نبحث عن كلمات مثل كلمة حذاء، أريد أن نحولها أو نعيد صياغتها بصيغة المثنى. حذاء، حذاء جاءت على صيغة المفرد حذاء واحد، حذاء. أريد أن نحولها لصيغة المثنى. حذاءان، أحسنتم، حذاء، حذاء واحد، حذاء. حذاءان، أحسنتم، رائعون. محل، محل، محلان، كل الاحترام، كل الاحترام. هيا بنا الآن سؤال آخر، سؤال جديد، عكس الكلمات. الآن سوف أختار كلمات وسوف نكتشف عكس هذه الكلمات. الكلمة الأولى كلمة مسرورا، ما عكس كلمة مسرورا؟ حزينا، أحسنتم يا أحبائي. ما عكس كلمة جديد أو جديد أو جديدا؟ قديم، أحسنتم، قديم أو قديما. إذا قلنا جديد عكسها قديم، إذا قلنا جديدا عكسها قديما. أحسنتم يا أحبائي. عكس كلمة يشتري، يشتري، يبيع، رائعون. عكس كلمة دخل، دخل، خرج، كل الاحترام. أحسنتم يا أحبائي. والآن سوف أسألكم أسئلة تحدي قصيرة جدا. ما معنى كلمة حذاء؟ ماذا نعني بكلمة حذاء يا أحبائي؟ هل فكرتم؟ إذن معنى كلمة حذاء أي نعل. ماذا نعني بالنعل؟ أيضا هو ما ننتعله بالقدم، بالرجل. مثلا مثل بلغتنا العامية نقول حذاء، مثلا بوت، جزمة، كندرة، لغة أفصح نقول حذاء. ما معنى كلمة مناسب؟ مناسب، ذهب مهدي واختار وجرب حذاء، والحذاء الذي جربه كان مناسبا فأعجبه. ماذا نعني بمناسب؟ أي ملائم. جميل جدا. والكلمة الأخيرة، ما معنى كلمة محل؟ محل أي دكان. ذهب أو دخل مهدي إلى دكان الأحذية أو محل الأحذية. أحبائي، أبطالي وبطلاتي، الطلاب والطالبات، قرأنا اليوم النص الجديد. تطرقنا إلى عدة أمور باتباع أو تنفيذ تعليمات. أتمنى أن تقرأوا وتقرأوا جيدا. ستكون الوظيفة إن شاء الله رب العالمين ورقة عمل، وهي بعنوان هوية النص. سوف أرفقها إن شاء الله رب العالمين في منظومة اللايف توب. إذن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أحبكم لو تعلمون كم. وإلى اللقاء يا أحبائي الصغار. إلى اللقاء.